لما يكون عندنا بالنسبة للتابلو فورم، ان انت بتحول الشكل المعادلات الى شكل جدول، تحطها في شكل جدول اللي هو جدول الاولاني. هنفترض ان المسألة اهي قدامنا ماكسمايز، والجديد هنا في المسألة ان في قيد اكبر من او يساوي. المسألة ما زالت ماكسمايز، مفيش اختلاف، كل اللي عملناه ان احنا ضفنا القيد ده. ده اضافة اهي، اكبر من او يساوي، عشان اقول لك تتعامل معاه ازاي لو هي المسألة فيها اكبر من او يساوي، سواء قيد واحد او اكتر، مش كده؟ يبقى انت هنا كومباينيشن ما بين اقل من او يساوي واكبر من او يساوي. كل الجديد ان انت في القيد اللي هو اكبر من او يساوي بتطرح سيربلس فاريبل وتضيف ايه؟ بنطرح سيربلس فاريبل في هذا القيد، ونضيف ايه؟ ايه اللي هي الارتفيشال فاريبل؟ ارتفيشال فاريبل، متغير اصطناعي. يعني انا اللي بوجده، يعني هو ملوش لازمه اساسا. ليه ملوش لازمه؟ ما نطرح اس وخلاص، بقت كده معادله. مش المفترض ده جزء ده اكبر من الجزء ده؟ ده اكبر من الجزء ده، يبقى نضيف حاجه الناحيه الثانيه. نضيف حاجه ثانيه الناحيه الثانيه يعني ايه؟ يعني نطرح حاجه من الناحيه دي اللي هو السيربل، اسمه سيربلس فاريبل، ونضيف ارتفيشال فاريبل. ده في القيود اللي هي اكبر من او يساوي. صعبه؟ اهي مش كده؟ والكوفيشنت بتاعتهم ايه؟ بواحد. تمام؟ زي ما انت ضيفت هنا، لو في ارتفيشال فاريبل او قيد فيه ارتفيشال فاريبل او قيد اكبر من او يساوي، دي المعالجه بتاعته هنا في ايه؟ في الاوبجيكتيف فانكشن. ان انت بتطرح ام من الايه؟ ارتفيشال فاريبل اللي انت ضيفته. لو في قيد تاني يبقى ناقص ام من الارتفيشال فاريبل التاني، وسميه باسامي مختلفه. هنا سماه ايه 4، ليه؟ عشان هو تبع المعادله الرابعه. معايا؟ كان يسميه ايه 1، مفيش مشكله خالص، مفيش اي مشكله. طيب كده في مشكله؟ ناقص ام في الايه؟ من داله الهدف. هنا نفس اللي احنا عملناه قبل كده، ماشي؟ بس ضفنا ايه؟ ضفنا السيربلس، فهو الكوفيشن بتاعه برضه بزيرو. ماشي؟ المساله لسه ايه؟ ماكسمايز. تعالى حل. ما الحل بنفس الطريقه اللي احنا قلناها قبل كده، بس هو معالجه القيد هي اللي مختلفه. فخش دخلنا هنا كده. ايه اللي مختلف هنا كمان؟ لما نطرح متغير ونضيف متغير، بنحط هنا في البيزس المتغير اللي ضفناه. يعني هنا في متغيرين اتضافوا للقيد ده، واحد اتطرح واحد اتضاف. احنا بنحط هنا اللي اتضاف، ما بنحطش اس 4. معايا؟ والكوفيشن بتاع كام من داله الهدف؟ ناقص ام اهي. كل الكلام ده موجود زي ما هو، ما بيتغيرش طول المساله، الصفين دول. هنا بقى ناقص ام. معايا؟ وام دي عباره عن ايه؟ رقم كبير جدا. عايز تعتبرها مليون، عايز تعتبرها قريبه من ما لا نهايه، ماشي. ماشي، بس هو رقم كبير جدا. اسمه بيج نمبر. بنحل عادي لغايه ما بنوصل للنهايه كده. مسألة وصلنا، هل المسألة الخطوة الأخيرة ده دي هو الجدول ده، هو ده الحل الأمثل؟ هو الحل الأمثل، صح؟ نفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها قبل كده، مفيش جديد خيمة في الحتة دي. ماشي، الخطوات واحدة، الجداول برضو استنتاجها واحد. بس خد بالك، ملحوظة هنا، إن المتغير A اللي هو الارتفيشال اتشال من الحل، ما بقاش في البيزس، وده دلاله ان احنا فعلا وصلنا للحل الامثل. لكن لو وصلنا للنهايه ومش عارفين نشيله، يبقى في مشكله، ودي هنشرحها في السبيشال كيسز. ماشي النهارده يعني. هو اقرا الحل ازاي؟ البروفيت، ماكسيمم بروفيت 1980. الاكس 1 ننتج منها 30. اهي القيم اهي. يعني انت ما تعمليش الجدول النهائي كده وتسكت وتمشي، تسيبني وتمشي. لا، هو مطلوب منك تحدد لي الديسيشن فاريبلز كام؟ الديسيشن فاريبلز اللي هي اكس 1 بكام؟ اكس 2 بكام؟ ولو في اكتر من كده تقول لي بكام؟ ماشي؟ البروفيت كام؟ تقول لي 1980، حتى لو هي في الجدول. انا اطلعها لك ولا انت تطلعها لي وتقول لي انا عارف ان ده البروفيت وانا عارف ان ده المتغيرات اللي هي بتمثل الديسيشن فاريبلز. في مشكله لغايه هنا؟
مفيش مشكلة صح؟ نكمل؟ طيب نشوف بقى بعض الحالات الزيادة على القيود. شكل القيود ممكن تكون أقل من أو يساوي، ممكن تكون أكبر من أو يساوي زي ما شفنا بنعمل معاها إزاي، وممكن تكون إيه؟ ممكن تكون تساوي. ممكن القيد نفسه وأنا بكتبه هو يساوي، ما فيهوش أكبر منه ولا أقل منه، ويساوي. مش هو يساوي على طول. أوكي؟ يعني مثلا يقول لك في كونتراكت بيني وبين مش عارف إيه إن أنا أورد له كمية معينة. كونتراكت عايز إيه؟ في حاجة اسمها بقى هنا أقل منه ولا أكبر منه ولا يساوي والكلام ده؟ يساوي على طول. كوميتمنت. طيب هي هو القيد كده، هو داولنا كده أو كوناه كده. معايا؟ طيب أما نيجي نتعامل معاه بقى ونحوله للستاندرد فورم، ينفع نقول إكس 1 وإكس 2 كانيشال سوليوشن وإكس 3 بصفار ونقول صفر بيساوي 30؟ يا نهار أسود. صفر بيساوي 30؟ ما تنفعش. عشان كده نضيف هنا إيه؟ artificial variable هو اللي يحمل القيمة ال 30. معايا؟ يبقى في الحالة دي بنضيف متغير جديد artificial واسمه ايه؟ والكوفيشنت بتاعه بواحد. ما تنساش ان انت تضيف له الكوفيشنت بتاعه في دالة الهدف فوق بام ماينس ام برضه. ماينس ام في ايه؟ واحد. ماشي؟ انا ببين لك هنا ازاي بتتعامل مع اشكال مختلفة من الكونسترينز. طيب تعالى نشوف قيد تاني. بعض القيود وبعض الفورميوليشن بيبقى صعب شويه لدرجه ان القيد بيطلع بالشكل ده. اي قيد هنتعامل معاه في السيمبلكس لابد ان يكون رايت هاند سايد عباره عن رقم. ما ينفعش ان انا اتعامل معاه كده. معايا؟ يعني لازم الاكسات في ناحيه والايه رقم في ناحيه. طيب لما انا اعملها كده هتطلع بالشكل ده، بالشكل اللي قدامك ده. لما اجيب الاكس 1 واكس 2 الناحيه دي ما ينفعش. الخطوه اللي بعد كده ما ينفعش رايت هاند سايد اتعامل معاه وهو نيجاتيف. ما ينفعش وانا بحط في الجدول ان الرايت هاند سايد واحد منهم نيجاتيف من البدايه. معايا؟ امال اعمل ايه؟ احوله واخليه بوزيتيف. يعني المعادله دي اعمل فيها حاجه اخليها بوزيتيف. اخليها بوزيتيف ازاي؟ اضرب سالب واحد في الطرفين. بس لما تضرب تعمل ايه؟ تغير العلامه. يا اما هيبقى غلط. يبقى انت غيرت لك. عملت قيد جديد. ماشي؟ هل كده في مشكله؟ فهمنا اتعملت ازاي؟ ضربنا الطرفين في سالب واحد. ينفع كنت اعملها كده؟ ما ينفعش. ما ينفعش. اقف واعملها، الحل لازم تحولها. كل القيود الرايت هاند سايد بتاعها بوزيتيف نمبر. طيب لو كان عندك بالشكل ده، طلع بالشكل ده اكبر من او يساوي ناقص كذا. ما هي نفس الحكايه اللي فوق. خليها بوزيتيف وهتتحول تبقى اقل من او يساوي، وفي الحاله دي تبقى محتاجه ايه؟ ان انا نضيف لها ايه؟ سلاك فاريبل فقط. معايا؟ ما بقتش ما تقوليش اصل انت مديني اكبر من او يساوي. مش معنى كده ان اي قيد يجي لك تبقى اقول احول عشان تبقى العمليه سهله وما فيهوش اكبر من او يساوي، ما انت هتاثر على الطرف الايمن ده هيبقى نيجاتيف. وده مش مطلوب. هي كده في مشكله؟ كمل. تعال نشوف مثال. المسألة هو مديها لنا كده. يعني القيود هي بيقول لك ماكسمايز كذا كذا اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 سبجكت 2 القيود اهي، وانت خلاص اتعلمت ازاي تحول القيود دي عشان تبقى في الستاندرد فورم. يعني القيد ده ايه حكايته؟ هنعمل معاه ايه؟ هنضرب في السالب. ولما نضرب في السالب هنغير حاجه؟ ما هي يساوي ولا لكن هي اكبر من او يساوي اقل من او يساوي لازم تتغير تتبدل. لكن لو هي يساوي على طول اضرب في الطرفين في سالب وهتبقى يساوي على طول. معايا؟ يبقى دي محتاجه ان احنا نضيف لها ايه؟ سبجكت ارتفيشال فاريبل. ارتفيشال هنضيف لها ايه؟ ماشي؟ القيد اللي بعده اقل من او يساوي هنحولها ازاي؟ نقول يساوي ونضيف لها ايه؟ سلاك. اقل من او يساوي ناقص 50 ما انا لسه قايلها. اضرب الطرفين في سالب وهي هتبقى اكبر من او يساوي 50. ماشي؟ وفي الحاله دي محتاجين نضيف اس بس. ماشي؟ وما ينفعش نفس المتغير اللي انت تضيفه القيد هو يكون نفسه في القيد في قيد ثاني او ثالث. لازم يكون ليه اسم مختلف عشان ليه قيم مختلفه. لغايه كده في مشكله؟ حولتها اهي. هل في مشكله في ان انا احلها بقى؟ حلها؟ ما زي اللي شفناه قبل كده. شوف الجداول ده الحل انيشال سمبلكس ده الحل المبدئي. ماشي؟ وحتى لو ما كتبتش كلمه انيشال سمبلكس تيبل ده هو بيبين لك بس شايف الستاندرد فورم حاطينها في شكل الجدول ده.
اوكي. وعشان كده بقول لك ايه، من فضلك خلي كل الاكسات تحت بعضها، اكس 2 تحت بعضها، اكس 3 هنا، اكس 4 هنا. ليه؟ عشان تحطها في شكل الجدول بسهوله، بدل ما انت ملزقهم في بعض كده وبعد كده تقول اه دي تبع دي ودي تحت دي ودي، تغلط هنا، هتغلط. واضحه؟ عملنا الجدول المبدئي، بدانا ايه؟ نحل عادي جدا. احل ازاي؟ اكبر رقم موجب فين؟ هل في قيم موجبه؟ اه في كذا قيمه موجبه. فين اكبر رقم موجب؟ خد بالك دي كده مع بعضها، ده كده رقم، ده كده رقم، وهكذا. في الموضوع ده بتبقى العمليه صعبه شويه، يعني لازم تركز عشان تعرف هو فين الرقم الصغير الاكبر. الاكبر 6 زائد 2 ام ولا 3 زائد نص 1 ونص ام ولا 4 زائد 4 ام ولا 1 زائد 6 ام. خد بالك سهل جدا تغلط، مش كده؟ لا، 1 زائد 6 ام اكبر، ماشي؟ عمرك ما هتحتار في ان انت هتعمل ايه في ام، او اعوض ازاي ولا اجمع ازاي. لا سهله سهله، مش هتحتاج ان انت تعرف قيمتها. بتحل عادي بعد كده. هو الهدف من المثال ده ان انت تحطها في الستاندرد فورم في الانيشال سمبلكس تيبل، تابلو او تيبل. طيب تعال نشوف ازاي نحل المينيمايزيشن بروبلم. قال لي وهو بيكلمنا على الاوبجيكتيف، قال لي انها عباره عن كوست، وبالتالي هي مينيمايزيشن. عايزين نعرف دلوقتي هو ايه الفرق ما بين ماكسمايزيشن ومينيمايزيشن في الحل. فرق بسيط جدا. هي اولا ممكن تتحل باحدى طريقتين، يعني الطريقه الاولى او الثانيه، مش الاثنين، ماشي؟ الفيرست ابروتش ان انا بخليها زي ما هي مينيمايزيشن، ما اقربش منها. انت مينيمايز، ماشي مينيمايز، هنحترم الموضوع ده، ماشي؟ ونعمل ايه؟ واحنا بنعمل تشيك على الصف الاخير في المينيمايزيشن، ماشي، ببحث عن اكبر رقم سالب، اكبر رقم سالب، يعني بغير القاعده، بغير القاعده. مش كنا بنبحث عن اكبر رقم موجب؟ ولو ما فيش موجب خالص او في اصفار ونيجاتيف بنقول المساله خلصت. هنا العكس، خليها مينيمايزيشن زي ما هي كده، ما تحولش حاجه، وايه، واقول انا هشتغل عليها مينيمايزيشن، وبالتالي لما اجي ادور هنا بدور على ايه؟ الموست نيجاتيف، اكبر رقم موجب. طب بعمل ستوب امتى؟ عكس القاعده بالظبط، لما اوصل لكل القيم بوزيتيف او اصفار، كده المساله خلصت. بس خد ملحوظه هنا بقى، وانت بتحل المساله مينيمايزيشن هتطلع، هيطلع النتيجه عاديه جدا، والاكس والاكسات عاديه بنفس الطريقه. هو ده، دي الحاجه الوحيده اللي فيها اختلاف، ان انت صف اختبار مثاليه الحل ببحث عن اكبر رقم سالب، ماشي، واوصل للحل الامثل امتى؟ انا لسه قايلها. طب دي طريقه، الطريقه الثانيه وهنشوف مثال كامل. ها الطريقه الثانيه، لا ما هي مينيمايزيشن، طب ما تحولها لماكسمايزيشن، ولما تحولها لماكسمايزيشن طب ما تحل بالطريقه اللي انت كنت متعود عليها، اللي هي بدور على اكبر رقم موجب، ولو ما فيش خالص سالب واصفار يبقى المساله خلصت، اللي هي القاعده القديمه. امتى واحول ازاي؟ اضرب دله الهدف في ناقص واحد، بقت ماكسمايزيشن، وتتعامل معاها بدل ما هي ماكس مينيمايز بقت ماكسمايز وناقص كذا ناقص كذا، ماشي؟ وهنشوف مثال، وتستخدم نفس القاعده اللي اتفقنا عليها اللي هي في الماكسمايزيشن. بس لاحظ هنا وانت لما توصل للحل النهائي، الحل بتاعك ده اللي هو بتاع الماكسمايزيشن هتبقى هو حل المينيمايزيشن على فكره، يعني هو نفسه حل المينيمايزيشن. بس خد بالك ان قيمه زد اللي هتطلع لما بالشكل ده ان انا احولها هتطلع نيجاتيف، هتطلع مثلا نيجاتيف 900، زد بنيجاتيف 900 ده ايه معناه؟ لانها مينيمايزيشن ب 900، شيل الاشاره اللي احنا اساسا حطيناها قدام في الاول وهي مش موجوده اساسا. واضح؟ طيب تعالى نشوف مساله كده محلوله بالكامل كده عن مساله مينيمايزيشن، اهي شايف. ولازم تاخد بالك من المساله هي مينيمايز ولا ماكسمايز. واحد خرج بره الامتحان وبيقول لي اصل انا ما خدتش بالي انها مينيمايز وحليتها على انها ماكسمايز، ايه اعمل ايه يا دكتور؟ اعمل ايه في ايه؟ انت حليت مساله ثانيه، اعمل ايه في ايه؟ مش غلط مينيم وماكس او غلط في اشاره، حس بالمسؤوليه، انت حليت مساله ثانيه حتى لو هي طالعه صح،
انت حليت مساله ثانيه. فخد بالك سبجكت 2 القيود اهي في قيدين منهم اجرى منها او ساوي في قيد منهم اقل منها او ساوي. طيب خدت بالك هو عمل ايه هنا؟ حولها الى ماكسمايز. يبقى هو استخدم الطريقه الثانيه. ماشي؟ انت عايز نفس المساله تستخدم فيها الطريقه الاولى هتطلع نفس الحل، نفس النتيجه. الطريقه الاولى ان انا ايه اخليها مينيمايز واشوف القاعده بالعكس. ماشي؟ وانت عايز تمشي على نفس القاعده حولها الى ماكسمايز. لغايه كده في مشكله؟ كل اللي عملناه هنا ايه؟ في سالب واحد. الخطوه اللي بعد كده بضيف بقى بحولها الى الستاندرد فورم. هي دي اكبر من او ساوي؟ يبقى عملنا ايه؟ طرحنا اس وضفنا ايه؟ هي دي اكبر من او ساوي؟ طرحنا اس ثانيه وضفنا ايه ثانيه؟ دي اقل من او ساوي؟ يبقى ايه؟ هنضيف اس. بقت ايه؟ بقت معادله وكل القيود ايه؟ كل الفاريبلز هي اكبر من او ساوي. وهنا المساله ماكسمايز ما انا متعود. ناقص ام في اي واحد وهنا ناقص ام في اي اتنين. ماشي؟ عشان ايه؟ في تو ارتفيشال فاريبلز. كده اقدر احطهم في التيبل؟ نحطهم في التيبل، ايه المشكله؟ وهنا بنحط ايه في البيزس؟ الفاريبلز اللي انا ضفتها. لان في احيانا بطرح وبضيف، لا بحط هنا الاضافه. هنا نفس الكلام. بالكوفيشنت بتاعها من داله لهدف. اللي هو المفروض ده ثابت طول المساله. وهنا اس 3 عشان هنا ضفنا بس. والكوفيشنت بتاعها من داله لهدف زيرو. كل الكلام ده انت متعود عليه. وما تجيب الجداول اللي بعد. طب ما هنا المساله ماكسمايز ما تنساش. فهل المساله اوبتيمال كده؟ وصلنا للاوبتيمال؟ حد يقول لي؟ لا لسه. يبقى ندور على اكبر رقم موجب. انهي واحد اكبر رقم موجب؟ واضح ان ده صح؟ حتى لو صدر لك قبليها 2 ناقص بس رقم موجب في الاخر ده 2 مليون ونشيل منهم 3 جنيه. 2 مليون. ماشي؟ وهكذا. يبقى ده المتغير اللي هيخش ومش عارف المتغير اللي هيخرج. المهم هتشعر مع الحل ان انت عمال تشيل الايهات من الحل. وكل ايه تشيله ممكن قدامه تشيل عمود بتاعه. يعني ايه واحد ده لو اتشال من اول خطوه انا مش عارف هو حللها للاخر. مش كده؟ واضح ان هو ايه؟ دخل اكس واحد مكان ايه؟ مكان اي واحد اتشالت. وبالتالي هنا مش ملاحظ ان اي واحد مش موجوده في الحل. ممكن تشيلها عادي، ريح نفسك، مش هيبقى ليها اي تاثير. اوكي؟ مش هترجع تاني يعني في يوم من الايام. وهكذا نكمل. شال ايه 2. ماشي؟ هو الدور جه عليها مش بالضروري ان انا هو ده المفروض يشيل واحد وبعد كده 2. هنا وصلنا لغايه عملنا جدولين بعد جدولين كمان على فكره. يعني هنا مش دي بتوصل لدي، ده في جدولين في النص. المساله دي بتاخد وقت طويل. هنا المساله خلصت. خلاص الجدول المفروض ان الرقم اكبر رقم موجب ان هو 2 2 زائد 2. طيب وعملنا حاجه غلط؟ يبقى ده هيخش المتغير، ده يخش الحل. يبقى اس 3 اس 1 هيخش الحل. يعني برضه مش شايف ايه الغلط. هيبقى بدل اكس 1 هتقسم ده ما فيهوش اسم صح؟ ده كذا 2 2 5 ده كام؟ 1 7 5 صح كده؟ ايهما اقل؟ يبقى نشيل مكان ايه؟ لسه ايه الغلط؟ تمام كده؟ هنا بيقول لك بعد جدولين بيسموهم الجداول دي بيسموهم اتريشن محاوله. مش كده؟ وكل محاوله فيهم لازم تشعر ان في تحسن. وصل اللي هو للحل ده. فنسال نفسنا هل في ارقام هنا بوزيتيف؟ لا كله نيجاتيف فوسفار، يبقى المساله خلصت. خلصت، لكن هل في ايهات في الحل في البيزس؟ لا. يبقى ده اوبتيمال سوليوشن. لو بعد ما وصلنا وحتى لو هنا كله نيجاتيف وصفار ولسه في ايه موجوده، يبقى الحل لا مش حل امثل، لا ده حاجه ثانيه، اسمه حاجه ثانيه. هنشوفها بالسبيشال كيسز. مش كده؟ هتقابلك حالات غريبه. مش بالضروره ان وانت في كل مساله بتحلها هتجد ان المساله ماشيه حل معاك وبتطلع حل والكلام ده. لا، في مسائل من المسائل
هتقف معاك مش هتكمل وتقول لي المساله لا انفيسبل سوليوشن، او اقول لك بعد ما تجيب الحل الامثل جيب لي حل تاني هبقى اعلمك ازاي تجيب الكلام ده. لغايه كده في مشكله؟ طيب واجي ده عندنا خلصنا احنا كده الايه السمبلكس ماكسمايز ومينيمايز. تعال نخش على حاجه ثانيه اسمها سبيشال كيسز، حالات خاصه. الحالات الخاصه دي عملناها برضو في الجرافيكال سوليوشن. ارجع له كده، خدنا ثلاث حالات خاصه، خدنا حاجه اسمها الانفيسابيلتي، خدنا انباوندنس، خدنا الترناتيف اوبتيمال سوليوشن. ممكن حد بس يوضح لي واحده واحده انفيسابيلتي اللي هي ايه؟ انفيسابيلتي المساله ملهاش حل، حل ممكن ملهاش حل ممكن، تمام ملهاش حل. اوكي يعني ايه ملهاش حل؟ يعني إيه انت بنوصل المساله ملهاش حل؟ في اي مساله؟ كل واحد في اتجاه ومفيش اريا معينه، مفيش مساحه او نقطه تقول ان هي مشتركه ما بين القيود، بتحقق القيود مجتمعه. يبقى لازم ساتسفاي اول كونسترينتس عشان نقول ان هي فيسبل، مش انها اوبتيمال، لا فيسبل. لا ان فيسبل معناها ان في احد القيود مش بتحقق، لازم تحقق كل القيود. ماشي؟ طب هنعرفها ازاي واحنا في احنا عرفناها واحنا في الجرافيكال، هنعرفها ازاي واحنا في السيمبلكس؟ هل ليها خطوات مختلفة؟ طيب unboundedness خدناها في الجرافيكال، ده لو انت بتذاكر اكيد اول باول كده بتحل، واكيد لسه حلل الشيت لوحدك. unboundedness اللي هي ايه؟ شكل مش مقفول، مفيش حدود، يعني ممكن نوصل للبروفيت ماكسيموم، ماكسيموم بروفيت يعني زي ما انت عايز، انفينيتي بروفيت، ده اسمه unboundedness، وبتحصل في حاله الماكسمايزيشن فقط وهنشوفها. قلت لك في اوبتيمال سوليوشن بتشرح نفسها، في اكتر من حل بديل امثل. اللي بيزيد بقى على الثلاث حالات اللي شفناها في الجرافيكال هي حاله اسمها ديجنريسي اللي هي تفسخ تفسخ في الحل، وهنفهم معناها. يعني دي الحاجه الوحيده الزياده في السيمبلكس واحنا بنحل السيمبلكس، لكن التلاتة دول زي الجرافيكال، بس هنقول ازاي تعملها جوه الجدول، ازاي الجدول هيقول لنا الكلام ده، هنعرفها ازاي معايا. طيب نمشي واحده واحده. يبقى قدامنا دلوقتي نشرح اربع حالات في السيمبلكس فيهم ايه؟ حالات خاصه. غير حالات خاصه يعني ايه؟ يعني الحل مش ماشي معايا سلس كده وبيوصل للحل في النهايه كده عادي، لا في حاجه بتعقرب وفي حاجه محتاجه ديسيشن مني او من المانجمنت الاداره. انفيسابيلتي انا طبعا حاطط التكست مجرد بس عشان يفكرك يعني ان انت هو الموضوع بيمشي ازاي. امتى بتعرف ان المساله انفيسابل او السوليوشن ده انفيسابل، غير ممكن، مش هيتطبق، مش عملي. ماشي؟ بيقول لك لينير بروجرام از انفيسابل اف نو سوليوشن ساتسفايس اول ذا كونسترينتس سيميلتينيسلي، في نفس الوقت. طب هنعرف ازاي من الجدول؟ لسه ما قلناش. اوكي؟ طيب يمكن تيجي في الخطوه دي. وي ريكوجنايز، هنتعرف، هنميز، هندرك انفيسابيلتي امتى؟ وين وان اور مور اوف ذا ارتفيشال فاريبلز ريمين ان ذا فاينل سوليوشن ات ا بوزيتيف فاليو. لو قيمه الاي موجوده في الفاينل سوليوشن بقيمه موجبه يبقى ده الحل انفيسابل. انفيسابل ولازم تقولها لي. ماشي؟ مش تهمل ايه موجوده وعادي وعمال تقول لي اكس 1 ب 10 واكس 2 طلعت ب 15 والزد بكذا بكذا. غلط غلط. مثال انفيسابل وهنشوف ازاي. تعال بص المثال ده. المثال ده بيقول ماكسمايز، ماكسمايز يعني حاجه عاديه، ولا هنحول ولا هنعمل ولا الكلام ده. القيد الاولاني، القيد الثاني، القيد الثالث، القيد الاخير. واضح ان في القيود هي واضح ان هي نفس المساله اللي فاتت، بس بيبقى في اختلاف في الارقام مش اكتر عشان يخليها يطلعها انفيسابل. يعني بيديك نفس المساله بس اختلاف في بعض الارقام. ماشي؟ ده هنا شايف القيد ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك المينيمم توتال برودكشن من الاثنين اكبر من 50، على الاقل 50. ان انت في المساله
لازم يطلع فيها انها تطلع القيد بيقول كده عشان يتحقق مش كده. طب تعال نشوف ازاي الحل. هو في الحل بتاعها في مشكله اقل من او يساوي بنضيف اس هنضيف اس هنضيف اس ده هنطرح اس ونضيف ايه تمام كده. بيقول لك ايه بيقول لك ده مش الانيشال سوليوشن ده بعد ما عملنا محاولتين. يعني هو عارف انك شاطر خلاص عملت تعرف تعمل ايه محاولتين تعمل جدول مبدئي وبعد كده تعمل محاوله وتكمل. هو هنا بيكمل بيقول لك ده بعد محاولتين طلع لنا كده. تعال نشوف بقى ايه يعني مش بالضروره انها هتطلع من اول جدول ولا تاني جدول لا هتطلع وتوصل في الاخر. شايف الرقم ده الرقم ده بيقول ايه الرقم دي بتقول ايه المسألة خلصت المسألة خلصت مفيش فرصة تانية ماشي. طيب بس المسألة خلصت وقيمة الـ A4 بكام؟ بـ 8 قيمة A4 قيمة موجبة وموجودة في الحل والمسألة خلصت. المسألة دي انفيسبل. وتعالى أديك برهان على كده. هو X1 بكام؟ X1 بكام؟ ها؟ أنا مش سامع على فكرة. 30 صح. X2 بكام؟ كام؟ 12. مجموعهم كام؟ إيه ده؟ إذا كان في قيد بيقول المفروض أكبر من أو يساوي 50. يعني القيد ده مش متحقق. كده بالبداية كده أهو مش متحقق. لأن الحل الأمثل أهو مجموع الاثنين أقل من ال 50 يبقى مش متحقق. معايا؟ امال فين الثمانية؟ في ثمانية ناقصين، هم قيمة الايه؟ واضحة؟ ايه الثمانية معناها ايه؟ ان احنا كان مفترض نلبي قيد معين ونقصه عن الرقم ده بثمانية. معايا؟ والدليل اهو اكس واحد بكذا واكس اتنين بكذا. لغاية كده في مشكلة في الحل هنا وعرفنا هنوصل ليها ازاي؟ انك تلاقي في الجدول النهائي في قيمة للايه وبوزيتيف. ماشي؟ مش مطلوب منك انك تقعد تعمل التحليل ده وتقول لي القيد كذا لم يحقق. انا بوضح لك بفهمك بس. زي ما كنا بنرسم في الجرافيكال سوليوشن وبعلمكم خط خط وانتوا رسمتوها في الحل ايه؟ كل جراف لوحده بخط وده غلط وناس كتير عملت كده. ممكن ما تكونوش عارفين في البدايه لكن ده غلط. غير كده في مشكله. الاسلوب الثاني او الحاله الثانيه unboundedness. Unboundedness اللي هي ايه؟ الحل مش محدود يعني ممكن يزيد زي ما انت عايز اللي هو الاوبجيكتيف فانكشن تزيد زي ما انت عايز. اوكي؟ تعال نشوف في كل مره هقول لك بتعرفها ازاي. في كل مره لازم تعرف امتى بتوصل للكيس دي وفي كل مره نشرح كيس. من فضلك ارجع للتكست بوك هتلاقي جنب الكيس على الشمال كده يقول لك روح جرب المسألة رقم كذا دي على الحالة دي. اهو تمرين اهو تتدرب عليه بيعرفك المسألة اهو المسألة رقم 30 هتبقى الحالة الأولانية مثلا. يبقى لازم توصلها للحالة الأولانية مش هتطلع ليها حل خلاف اللي ايه ما هو بيقول لك عليه. نكمل. بيقول لك ايه ماكسمايزيشن لينير بروجرام هي دايما بتحصل في مسألة الماكسمايزيشن. مينيمايزيشن ما بتحصلش ماشي اللي هي unboundedness. يبقى انت لو هي مساله minimization وتقول لي المساله unboundedness ايه ده في ايه؟ يبقى انت مش فاهم حاجه. ماشي؟ ما تقوليش بقى اصل انا عملت خطوات واصل انا حليت وتعبت وحسبت واخد عليها صفر ليه؟ عشان حل الغلط. نكمل. maximization is unbounded if it is possible to make the value of the optimal solution زي ما انت عايز. without violating وايه والقيود كلها محققه. كلها محققه مفيش مشكله. السوليوشن كان بي انكريز انديفينيتلي بدون تحديد. وين امبلوينج بص بقى امتى ريكوجنايز الحاله دي ماشي. وهنشوف مثال محلول. وين امبلوينج ذا سمبلكس ميثود ان انباوندد لينير بروجرام اكزيستس اف من اول هنا. شايف الجزء اللي تالك ده هو ده اللي تفهمه كويس لان لو ما فهمتوش مش هتعرف تحل. ولو نسيت انا عملت ايه ارجع للسطرين دول. اوكي الكلام ده انا عمله كوبي وبيست من التكست بوك. اف سم اف هات سم اتريشن عند محاوله من المحاولات ما قالكش الاخيره
محاولة من المحاولات اللي انت بتعملها. مالها ايه اللي حصل؟ The simplex method tells us to introduce variable J. والمحاولات بتعمل ايه؟ في كل محاولة بيقول لي دخل المتغير ده. معايا؟ في قيم مجابة لسه المسألة ما خلصتش. زي ما نشوف دلوقتي. دخل المتغير ده. خلاص دخلناه وحددنا الايه؟ العمود اللي اسمه ايه؟ بيفوت كولوم او كي كولوم. حددنا العمود خلاص. الخطوة اللي بعد كده عشان احدد الصف اللي يخرج. بقسم رايت هاند سايد على العمود ده. تخيل في اللحظة دي مش هتعرف تقسم ومش هيطلع لنا حاجة. ازاي؟ بص الاول نقراها وممكن ما نفهمهاش. الطريقة هتقول لنا ان احنا ندخل فاريبل معين اسمه جي. ايا كان ايه هو into the solution and all the A J I J are less اللي هي ايه القيم دي. سيبك من الرمز. الـ coefficients اللي موجودة في البيفوت كولوم اسمها بالرمز ده مش ما تهتمش. اوكي R مالها less than or equal to zero in the ice column. قيمتها بصفر او بسالب. لو كلها قيمتها بصفر او بسالب اللي هي موجوده في المنطقه اللي هي اللي بنقول عليها البيفوت كولوم يبقى المساله ايه؟ unbounded. المثال بيقول ايه؟ ماكسمايز. المساله ماكسمايز يعني عاديه سهله. subject 2 اكبر من اقل من يعني ده في ام صح؟ ده هيكون في ام ايه؟ وده هيكون في ايه؟ وما تنساش ان ايه؟ ان هو هنا هتبقى ناقص ايه؟ ناقص ام ايه واحد وبالاضافه لايه؟ للاسات. هنا عاديه. سوليوشن. بص هنا بيقول لك ايه؟ ان ذا انيشال سمبلكس تابلو في الجدول. هو ده مش الانيشال سمبلكس تابلو على فكره. اللي قدامك ده مش الانيشال سمبلكس. ده هو بيقول لك ايه؟ هو بيشرح لك انا عملت كذا مفيش داعي ان انا اكتبها لك. عشان انت فاهم. في الانيشال سمبلكس تابلو the basic variables are A1 و AS2. كانت كده A1 و AS2 في الجدول اللي قبل ده على طول. After bringing in اللي بعد ما دخلنا X1 وشلنا A1 من أول جدول الجدول بقى بالشكل ده. يعني هنا بيقول لك خد بالك في جدول أنا أومت أنا شلته من قدامك. بس ما تسألش نفسك هو الجدول ده جه إزاي؟ هو مرحلة من المراحل وانت تعرف توصل لها. فما ايه ما تغلطش في الحته دي. توصف الجدول هو ده. هو جاب الارقام دي منين؟ ما حضرتك اقرا الشرح هو عمل ايه؟ هو بيقول لك انا عملت كذا وكذا وكذا وده الجدول اللي بعده بعد الانيشيال. ماشي؟ وانت ايه؟ وانت عايز تبص على الجداول بس والصور. هنا بص مين اللي عايز يخش هنا؟ مين ممكن يخش؟ اس واحد هتخش هنا مكان ايه؟ هنعلم دول الاثنين دول. ما بعلمش كله ها؟ بعلم هنا بس. طيب رايت هاند سايد 2 على ما ينفعش ايه؟ 5 على ما ينفعش. لما توصل لما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش, ما ينفعش. المساله unbounded وخلصت. خلصت على كده مالهاش حل. يعني هتبقى الحل ما لا نهايه في. طب هو ده بيجي منين؟ بيجي نتيجه الفورميوليشن الغلط للمساله. في قيد ناقص. مش مشكلتك بقى ان انت تحسن القيد لا بس وانت دخلت جوه تيم عشان تعمل فورميوليشن لمشكله معينه في الاو ار وتحلها بالسمبلكس اعرف ان في قيد ناقص لو انت وصلت للحاله دي. ماشي؟ الموضوع مش هيبقى انباوندد كده اي ربح نحصل عليه في اي وقت. نكمل كده في مشكله؟ في الطريقه الثانيه في مشكله؟ alternative optimal solution. امتى نعرف المساله ليها اكتر من حل امثله؟ اولا بتكتشف الموضوع ده امتى؟ بعد ما توصل لحل امثل. المساله اوبتيمال سوليوشن خلاص يا جماعه خلاص هو ده الحل. معايا؟ ممكن ابص ليها تاني او الدكتور يقول لي في احد المطالب ممكن توجد لي حل تاني بديل؟ لو تعرف المساله فيها حل تاني بديل. وبنعرفها منين؟ لما نوصل للاوبتيمال سوليوشن جدول النهائي. بنوجد منه حل تاني بديل. يعني بنعمل جدول تاني. بص ازاي؟ العلامه. We can recognize the possibility of alternative optimal solutions if إذا كان الـ CIJ يعني بيقول لحضرتك بص للصف الأخير وبعد كده بعد ما بصيت وخد بالك الصف الأخير بتاع إيه؟ الفاينل سمبلكس تابلو
جدول النهائي مش من تاني جدول اول جدول جدول النهائي وصلت الحل الامثل خلاص. اذا كان السي اي جي ايكوالز زيرو لو كانت القيمه بتاعت سي اي جي سي اي جي يعني قيمه من القيم دي قيمه من القيم دي وهل ده الفاينل سيمبلكس تابلو؟ اه ده الحل الامثل ماشي. وانت اكيد لو بصيت هتعرف ان ده الفاينل ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ لو قيمه من القيم دي قيمه من القيم دي مالها؟ افهم كويس. زيرو. طب ما عندي زيرو وعندي زيرو وعندي زيرو وعندي زيرو هني زيرو تقصد بايه زيرو؟ فين بالظبط؟ انهي واحد فيهم؟ انهي متغير فيهم؟ كمل. For one or more of the non-basic variables. للنون-basic variables. ثم فين البيزكس اساسا؟ واحنا اتعلمنا المصطلحات دي في الاول. قلت لك مهمه جدا تعرفها. دي البيزك فاريبلز يا جماعه. اللي هي المتغيرات الموجوده في الحل النهائي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني عندنا في البيزكس اكس 1 واكس 2 مش مهم الترتيب واس 3 دي اللي هي البيزكس. امال النون بيزك اللي هي ايه؟ الباقيين فين بقيه المتغيرات اكس 1 واكس 2 خلاص؟ اس 1 دي 3 صح؟ يبقى اس 1 وكام؟ واس 2 اس 1 واس 2 فين اس 1 واس 2؟ ادي اس 1 اهو وادي اس 2 فين اللي فيهم زيرو؟ واحد منهم ناقص 10 والتاني زيرو هو يبقى هو ده. فهمنا توصيف ايه؟ نون بيزك فاريبل بروح له وقيمته بصفر في الصف الاخير من الاوبتيمال سوليوشن جدول الحل النهائي تمام؟ فهمنا هنا وصلنا لها ازاي؟ يبقى هو المقصود بالصفر ده. ماله الصفر ده؟ هخش كاني ايه؟ بوجد حل تاني. يبقى هنخش من هنا صح؟ يعني هنقول ايه؟ اس 2 هتخش الحل. يعني ايه؟ يعني هنعلم دول. ده البيفوت ايه؟ كولوم. يعني هنقسم ده على ده. ده طبعا ما يتقسمش. ده وده هيتقسموا اهو. طلع ايه؟ طلع مكان احنا هو اس 1 ثواني اس 2 هو اللي هيخش الحل، طلع مكان اس 3 هو اللي هيخرج من الحل. اس 3 هيخرج لما تقسم هتطلع كده. مش كده؟ ده يبقى في حل تاني اهو اكس 2 اكس 1 طلع ب 30 اكس 2 ب 12. هل هو ده نفس الحل اللي فات؟ هو اكس 1 اكس 1 بكام؟ 50 على 3 50 على 3. ومن ضمن الاسامبشنز خد بالك بتاعت اللينير بروجرامينج ان انت تقبل الكسور الفراكشن مقبول. ما تقولش انها 15 على 3 يعني مش عارف ايه وتلت يعني اخليها كذا. لا هي في اسامبشن بيقول احنا بنقبل النتائج ايا كانت هي فراكشن يعني مش لازم يبقى عدد صحيح. عدد صحيح دي معناها بتخش في مود تاني حاجه اسمها انتجر بروجرامينج. ان لازم تكون الاعداد صحيحه. لكن هنا بنفترض ممكن تطلع كسر عادي مفيش مشكله يعني. مش ملاحظ ان الحل مختلف؟ اكس 1 هنا ب 30 واكس 1 هنا ب 50 على 3 مختلف الحل مختلف. واكس 2 ب 20 واكس 2 ب 12 هنا ده حل تاني. فلما اقول لك وجدت حل بديل تقول لي ان اكس 1 بيساوي كذا واكس 2 بيساوي كذا وزد بيساوي كذا. هنا اكس 1 بكام؟ اكس 2 بكام؟ زد بكام؟ هنا 20 هنا 50 على 3 اكتبها زي ما هي. اه مفيش مشكله 20 هنا اكس 1 بكام؟ 30 اكس 2 بكام؟ 12 زد بكام؟ ملاحظ ايه؟ عشان كده بنقول حل امثل بديل. ولو الرقم ده مختلف يبقى لا يبقى مش يبقى الكلام غلط. حل امثل بديل يعني قيم اكس مختلفة مع ثبات الزد هتديني نفس البروفيت. فهمنا ازاي بنوصل لحل تاني بديل؟ دي الحاجة الثالثة ديجنريسي تفسخ في الحل يدخلك جوه المسألة وتفضل رايح جاي. يعني ممكن تخش جوه سايكل. يعني ايه؟ يعني ايه جوه سايكل؟ مين اللي هياخد بره الحل؟ اس 1. مين اللي هيخش مين اللي هياخد بره الحل؟ اس 1. مين اللي هيخش؟ اس 3. عملتها كده؟ وتفضل ايه جوه السايكل دي
واللي احنا خرجناها تخش تاني وتخرج تاني وهكذا. نقدر نحل جوه السايكل دي والمسألة ما تخلص. المسألة مش عايزة تخلص. ده بيسموه تفسخ في الحل. دي جنريسي. تعال نشوف ازاي نوصل لها. نعرفها منين. ان هنا لا في مشكلة هنا. تعالى يلا. ليها علامة برضو. Degeneracy can be theoretically cause difficulties when the simplex method is used to solve a linear program. ممكن تعمل مشاكل في الحل. طيب مش مهم ايه المشاكل دي. المثال شايف المسألة كذا اقل من اقل من اقل من وماكسيمم. دي مسألة عادية جدا. مسألة عادية جدا. بس ما توهمش نفسك انها تقول لا دي سهلة فخدها. ماشي؟ كتقسيم واجبات يعني. هنا اقل منها وساوي هنا بيقول لك انتريستو كذا يعني هي كانت 150 وانا يعني ما يهمكش الكلام ده. هو بيقول لك انا عملت فورموليشن المسألة الجديده اللي عن المساله الاصليه. طيب بيقول لك ان السمبلكس تابلو افتر وان اتريشن از اس فولوز. يعني كان في محاوله اللي هو الانيشال تابلو وده ايه وده الجدول الثاني. يعني ده خد بالك ده الجدول الثاني. انت تعرف تعمل الجدول الاولاني؟ طبعا طالما تعمل تعرف تعمل عملت فورموليشن تحولها للستاندرد وتحطها في الجدول. هو ده الجدول الاولاني وبتبدا بقى تشوف مين اللي هيخرج ومين اللي هيخش. طيب بعد كده بعد الجدول ادي الجدول الاولاني نبدا نكمل حل. هو فين الحل الامثل ده؟ ده الحل الامثل؟ ها؟ لا مش حل الامثل. ليه؟ عشان في قيمه موجبه هنا. يبقى دي هتخش الايه؟ اكس 2 هتخش الحل وده الايه؟ حددنا العمود. بعد كده بنعمل ايه؟ بنقسم الرايت هاند سايد رايت هاند سايد اوكي على الكي كون. كل رقم على رقم المناظر دي 125 على 2 على 25 على 8. وفهمت ليه هو سايبها كسر كده؟ عشان 25 مع 125 العمليه لذيذه. غير ان انت تقعد تقرب وتقرب 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 وفي الاخر يطلع رقم بعيد عن الحقيقه. كل شويه عمال تقرب. اوكي؟ لو عايز تقرب قرب في الاخر خالص. وقلنا المسائل دي ما فيهاش اي تقريب في الفاينل. سيب الرقم زي ما هو. طب احنا لو حطيناها كسر عشري فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. بس انت هتتعب شويه. والمساله هتبعد عن الدقه شويه. قسمنا عارف نتيجه القسم هنا عشان نشوف مين المتغير اللي هيخرج. دي نتيجه القسمه دي نتيجه القسمه دي نتيجه القسم. الخطوه اللي بعد كده نعمل ايه؟ عايزين نشوف مين اللي هيخرج. مين نعمل ايه؟ اصغر رقم موجب. اصغر رقم موجب. تخيل اصغر رقم موجب لقينا عنده طاي. طاي انا مش لابسها النهارده. طاي عقده. اصغر رقم موجب في اتنين يعني قدامي طريقين يعني ده ولا ده. اخد ده ولا ده. في العاده خد اول واحد يقابلك. خد اللي فوق. مش بالضروره ان هو يكون رقم واحد. لا ممكن يكون الاثنين والثلاثه الصف الثاني والثالث فيهم قيمه 20. فاهم؟ هناخد اول واحد. خدنا اول واحد اهو. ده اللي ايه؟ متغير لا يخرج. خد بالك ايه؟ هنا زي بعض. فكان في فرصه لده او لده. لو خدت ده او ده المفترض ما فيش مشكله. لكن في واحد منهم فعلا بيعمل مشكله. تعلم ايه؟ القاعده خد اللي يقابلك. لو في طاي بالشكل ده. ده ياخد بره الحل. يبقى اس 1 يخرج و اكس 2 تخش. تعالى نعملها كده. عملناها ها؟ اول قبل ما نعملها بيقول لك خد بالك اول ما تلاقي خارج الاسم اللي انت عملته هنا ده خارج الاكس اللي هو 20 و20 لما تلاقي فيه اتنين زي بعض اعرف ان الجدول اللي جاي فيه ديجينيريس. في تفسخ في الحل، في مشكلة هتحصل. لما تقابلك دي كده اعرف ان الجدول اللي جاي هتحصل فيه منه مشكلة، مش الجدول ده. بص ازاي؟ اكس 2 هتخش مكان اس 1. اهي شايف؟ اكس 2. اوعى تقول ان احنا هنغير من دول حاجة، دول طول المسألة ثابتين. خلاص كده؟ بعد كده. حلينا. طيب هل ده الحل الأمثل؟ خلاص المساله خلصت. وصلنا للاوبتيمال سوليوشن. وصلنا فعلا للاوبتيمال سوليوشن في الحاله دي. امال ايه يا دكتور موضوع ان انا بخش في سايكل واعيد نفسي والكلام ده؟ ده لما بتحصل عمليه ديجنريسي في اخر جدول بنقبل الحل الامثل ده. ما فيهاش مشكله وخلاص انت وصلت للحل. ماشي؟ لانها حصلت في اخر جدول.
لكن لو حصل في جدول بين البنين جدول في النص مش هتعرف تكمل. جربها وهيقول لك في التكست بوك في مثال رقم كذا او المساله رقم كذا تطبيق على الحاله دي. نعم اسمه ديجنريت بيزك فيسبل سوليوشن. حصل بيحصل امتى او ايه العلامه الثانيه غير ان هم زي بعض؟ في الجدول ده بقى بتبان اكتر ازاي؟ ان قيمه احد المتغيرات الاساسيه قيمتها صفر. شايف المتغير ده؟ ده اسمه بيزك فاريبل موجود في الحل وقيمته بصفر. ده مش مقبول ان قيمه احد المتغيرات تطلع قيمتها بصفر. مش لازم تكون في فاليو. اوكي؟ ده هنا في الديجنريت في الحته دي. وليها معاني كتير مش عايزين ناخد فيها. فانا عايزك تقرا الاجزاء دي هتلاقي ان احنا عندنا حالتين. حاله ان هي حصلت مباشره اللي هو تساوي القيم دي حصلت مباشره قبل الجدول النهائي او حصلت قبل كده. لو حصلت قبل كده ولسه ما وصلناش للجدول النهائي يعني كان عملنا جدول وظهر فيها الرقمين دول وفي جدول تاني وجدول تالت ماشي؟ الجدول التاني ده هو ده اللي هتظهر فيه الايه؟ ديجنريسي ومش هتعرف تكمل ومش هيبقى فيه حل امثل في المساله. معايا؟ لكن لحسن حظنا انها ايه وصلت للحل الامثل. لكن بيقول لك ان هو وصلنا للحل الامثل خلاص مفيش مشكله. وبيقول لك القاعده موضوع ان انت تختار اي واحد فيهم. لو في اي استفسار في اي سؤال في اي سؤال لسه قدامنا دقيقه لغايه 17 لغايه ما وقفنا ميدترم لغايه ما وقفنا. في حد معترض وعادي جدا او في حد حابب يجي يمتحن في الكليه انا ممكن البي له طلبه عادي. كم واحد؟ ماشي هنقول في 10 في 10 هيمتحنوا. عامل ازاي؟ زي فوق. انا قلت في البدايه زي ما كنت بتعمل اساينمنت. انت بعت اساينمنت قبل كده حل اساينمنت؟ نفس الطريقه بنفس الطريقه. يعني انا فاكر الامتحان اصور وارفع على اللاب واعمل الفايل بورد واحطه في السور وارفعه كل مره. ده في البيت. لكن هنا لو في الكليه هاخد منها الورقه. لا وقت الامتحان ما بيبقى فيه 5 دقايق مش زياده. لا لا افضل بي دي اف. الصوره بتطلع سيئه جدا. استخدمها يا جماعه كام سكانر سهل جدا في الاستخدام. اللي مش عارف يخش على الفيديو اللي موجود على تيمز. كم سؤال؟ ما لسه ما اعرفش ممكن يكون مسالتين مش بعدد الاسئله على فكره. ممكن يكون مسالتين صغيرين كده وما ياخدوش وقت. ممكن تكون مساله واحده طويله وما تلحقش تخلص. الموضوع مش بعدد الاسئله. والله لازم احط الكفر برضه ولا عادي؟ لا مفيش احتاج لكفر بس اكتب اسمك. في ناس بتكتب اسمها. اكتب اسمها على الورقه عادي. ليه تكتب اسمك؟ ما انا عارفك. من فضلكم اللي هيمتحن في الكليه يكتب اسمه في ورقه. تجيني ورقه كده فيها اسامي الناس اللي هتمتحن. اذا كتب اسمه في ورقه وما جاش الامتحان زيرو. ما يقوليش ما انا عندي البديل ممكن امتحن من البيت. انا مكسله النهارده. انا كسلت خلاص. لا ده ممكن مش عارف مين معايا على التليفون وهيقول لي الاجابه. هيبعت سند فايل. العمليه سهله. ماشي؟ اللي هيكتب اسمه في ورقه هنعمل له لجنه خاصه. لجنة خاصة يعني ايه؟ هيقعد في اللجنة كده خمس هم انتوا خمسة ستة وحواليكوا 10 بيراقبوكوا. يعني اوعى تنسى اوعى تفتكر ان انت هتغش. وهيبقى في مسافة كفاية ان كل واحد يبقى قاعد لوحده. اتفضل. مش هو ده اللي انت هتقصده؟ صح. ممكن حد يعمل حاجه يعني انا مش هستنى لاخر لحظه واعرف. ممكن جوجل فورم من فضلكم واللي عايز يضيف اسمه. ماشي؟ بس ما تمسحش اسم زميلك. اتفضل اسال.
في نفس المكان يعني في نفس مكان الامتحان مش هيفعلي في تشات ما حدش يبعت لي اجابه الامتحان في صوره تشات شخصيه لا مع مكان الامتحان الامتحان اهو بيقول لك ايه بتبقى الاوبشن ايه بتيرن ولا اسمها ايه بعد ما تخلص الحل ما تنساش انك تبعت انا مش عايز اكتشف ان اللجنه اتعملت ومفيش طلبه قولوني من دلوقتي ممكن نخليه كله في الكليه ممكن نخليه كله اونلاين ميكس دي حاجه رفاهيه انا عاملها لكم رفاهيه بس الناس تلتزم معايا